السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومحبه اهلا وسهلا فيكم في كورس مادة الفسيولوجي للجاسترو انتستينال سيستم أه بتمنى انه في نهاية الكورس ان شاء الله نطلع منه فاهمين مادة الفسيولوجي لهذا السيستم ومتمكنين منها 100% ونكون اخذنا منها العلم اللازم ونحصل العلامة العالية ان شاء الله في الامتحان راح نشرح مواضيع فيسيولوجي سيستم هذا بالتفصيل ان شاء الله كل معلومه راح اشرح لكم اياها بحيث انكم ما تحتاجوا اي شيء ثاني بالاضافه طبعا ما راح تكون الفيديوهات فقط فيسيولوجي اي معلومات بنحتاجها من الاناتومي من الهيستولوجي من من البايوكيمستري راح اشرحها برضه في الفيديوهات فما تخافوا راح امكنكم من الماده وبتفرعاتها بالمواد الثانيه اول موضوع راح نحكي عنه اللي هو موضوع الجاسترو انتستينال راح نشرحه ان شاء الله على ثلاث او اربع فيديوهات خلينا نبلش طيب اول شيء بدنا ناخذ مقدمه عن الجاسترو tract تراكت كون هذا اول فيديو في الكورس اكيد طيب الجاسترو انتستينال او الجاسترو انتستينال تراكت ايش هي ايش هي القناه الهضميه القناة الهضمية هي عبارة عن المسار اللي بيمتد من الاورال كافيتي اكستندز فروم ذا اورال كافيتي تل ذا انس من الاورال كافيتي اللي هي فتحة الفم او زي ما نحكي الفم ومحتوياته بال اللي هي الشرج او فتحة الشرج القناة اللي بتمتد من هون لهون حيب القناة الهضمية أو الجاسترو انتستانال تراكت بالإضافة للمسار هذا في عندي organs وجلاندز glands related لإلها في عندي organs وجلاندز glands related لهاي القناة الهضمية وبتساعد بتساعدها في القيام بوظائفها رح نعرف شو هم organs وشو هم هذول الجلاندز طيب من ايش بت 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 بتتشكل اللي هي الجاسترو انتستانال تراكت اول شيء الاورال كافيتي الاورال كافيتي اللي هي فتحه الفم آه بعدين في عندنا بالاورال كافيتي في عندنا الفارنكس الفارنكس اللي هو الاورو فارنكس وبعدين اللارينجو فارنكس بعدين عندنا الاسوفيجاس المريء بعدين عندنا الاستومك المعده باجزائها الفندس البادي والانتروم وفي عندنا اللي هو البايلورس بس هذا السفنكتر رح نحكي عنه بعدين عندي السمول انتستين الامعاء الدقيقه باجزائها الثلاث عندنا الديدينام والجيجينم والإيليوم في عندي اللارج انتستين او الكولون اللي هي الامعاء الغليظه بتشمل السيكم الابندكس الاسندنج كولون الترانسفيرس كولون والديسندنج كولون والسيجمويد والريكتم ومن ثم الان الانس اللي هي فتحه الشرط طبعا الاناتومي تاع او التفاصيل الاستراكشرز هاي راح تاخذوها ان شاء الله في ماده الاناتومي في الفسيولوجي هون راح اخذ الجزئيات اللي بتهمنا عشان نفهم الفسيولوجي طيب between these parts between these parts are there are junctions which are called sphincters صمامات لما شرحت الجنرال فيسيولوجي ولما حكينا عن الريسبيراتوري فيسيولوجي ولما حكينا عن الماسكل سكريتال فيسيولوجي لما احكي كلمه سفنكتر او لما احكي كلمه صمام شو هدفه؟ هدفه تنظيم المرور ومنع الحركه باتجاهين تمام؟ هدفه تنظيم المرور ومنع الحركه باتجاهين. في القناه الهضميه هون انا عندي بين كل جزء جزء بعض او يعني في في نقاط بين 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 جزئين معينين بكون في عندي سفنكتر صمم، زي مين؟ احنا قلنا بالقناه الهضميه ببلش الموضوع اول شيء من الاورال كافيتي، بعدين الفارنكس اللي هو الاورو فارنكس والارنجو فارنكس، وبعدين عندي الايسوفيجس. وتحت الايسوفيجس في عندي هون شو؟ الاستومك. بين الاستومك واللي في عندي سفنكتر هون. سفنكتر السفنكتر هذا بسميه اللي هو اللور سفيديال سفنكتر أس شو وظيفته او شو الهدف منه الهدف منه اللي هو ينظم دخول الاكل على المعده ينظم دخول الاكل على المعده ويمنع رجعه المحتويات او المواد الموجوده في المعده لفوق للمريء اصلا اصلا رجعة المواد من المعده لفوق هي بتعمل لنا مرض بنسميه اللي هو الجيرد الجاسترو اسفيجر ريفلكس ديزيز فهون الصمام ايش وظيفته؟ وظيفته ينزل المواد بانتظام على المعده تمام؟ ثاني شغله يمنع الرجعه يمنع الرجعه، في عندي سفنكتر ثاني اللي هو البايلوريك سفنكتر موجود هون البايلوريك هيو البيلوريك سفنكتر البيلوريك سفنكتر موجود بين المعده والسمول انتستين او بين المعده والجزء الاول من السمول انتستين اللي هي الديدنوم البيلوريك سفنكتر هذا ايش وظيفته راح نحكي عن عن هذا الموضوع في الفيديوهات القادمه انه البيلوريك سفنكتر بينظم اللي هو تحرك المواد من الأستمك للديدنوم وهذا ليس فيه حمايه وبرضه اكيد ما الاكل او المحتويات اللي عندي هون ما راح ترجع رجوع من الديدنم للاستمك ال ال الحركه هون باتجاه واحد من الاسوفيجاس للانس حركه لورا او رجعه لورا ما في عندي حركه لورا او رجعه لورا ما في عندي فهذا بالنسبه للاسفنكترز فالاسفنكترز الاسفنكترز They control the passage of substances between them between اللي هو two structures اللي بربط فيهم بيربط بينهم lower اللور اسفنكتر بنظم حركة المواد من للاستوماك للاستومك البالوركس سفنكتر بنظم حركة اللي هو المواد من المعدة للسمول انتستين أو للديدنوم. في عندي برضه سفنكتر اللي هو هو مش سفنكتر هو هو عبارة عن فالف صمام. ايه اسمه ايليو سيكال فالف بكون بين الايليوم نهايه السمول انتستين والسيكم اللي هي بدايه اللارج انتستين طيب في عنا اللي هو 6 مين سفنكترز along the GI tract عندي الابر اسفيجال سفنكتر الابر اسفيجال سفنكتر هذا بكون بين اللارنجو فارنكس والاسفيجاس يعني هون هاي راح احط لكم الارقام راح احط لكم ارقام السفنكترز على الصوره عندي هي واحد هون طيب السفنكتر الثاني اللي هو اللور esophageal سفنكتر هذا حكينا عنه بين الاسوفيجاس والاستومك هيو أيوه. اثنين عندي ثلاثة اللي هو الدودينو جاستريك سفنكتر اللي هو السفنكتر اللي بين الديدينوم والاستومك لما احكي كلمة جاستريك معناته استومك ديدينو ديد او ديدينو جاستريك سفنكتر او ديدينال جاستريك سفنكتر البايلوركس سفنكتر هذا بين الديدينام والستومك اللي هو هيو طيب في عندي اللي هو الاليو سيكل سفنكتر هذا بين الإيليوم والسيكم هي الاليوم هون وهي السيكم هون الاليو سيكل سفنكتر هون او بسموه الاليو سيكل فالف رح نحكي عنه برضه في عنا الاكسترنال انال sphincter وفي عنا الانترنال انال sphincter هذول بيكونوا عند فتحة الشرج هون عندي خمسة وتحتي في ستة وتحتي في ستة اللي هم الانترنال والاكسترنال انال طبعا الفانكشنز تاعت السفنكتر رح نحكي عنها لقدام بالتفصيل ان شاء الله رح نحكي عنها بالتفصيل طيب لما حكينا بالتعريف، تعريف الجي أي سيستم ايش قلنا؟ اللي هو the ال tract that extends from the oral cavity till the anus with all related organs and glands، في عندي organs و glands زي ما بيحكي زي ما بنقدر نحكي آآ آآ في توافق او في دور الهم في وظائف القناة الهضمية، هذول ال organs والجلاندز glands اللي هم: الجول gallbladder، الليفر والبنكرياس هذول متصلين بالقناة الهضمية الجول بلادر متصلة بالقناة الهضمية وين؟ هاي الجول بلادر متصلة في قناة بسميها اللي هي الكومون بايل داكت ماشي؟ الليفر الليفر بكون متصل باللي هو بال بكون متصل بالقناه الهضميه عن طريق اللي هو الهيباتيك داكت والبنكرياس البنكرياس البنكرياس, البنكرياس في جزئين منه لما ناخذ هيك زي ما نحكي شويه فيسيولوجي متعلق في البنكرياس البنكرياس مقسوم قسمين في عندي اندوكراين بارت الاندوكراين بارت هذا مسؤول عن اللي هو افراز الانسولين والجلوكاجون هاي الجزئيه راح نشرحها ب فيسيولوجي لكن في جزء اللي هو الاكسوكراين بارت اكسوكراين بارت هذا بيفرز انزيمات هاضمه بكون في قناه من البنكرياس فاتحه في فتحه بنسميها الامبولا اوف باتر. الامبولا اوف فاتر بتكون الاكسكراين او الداكت هاي مع الهيباتيك والبيلي دكت الثلاثه بيتحدوا مع بعض وبيفتحوا بالديدنوم بفتحه بسميها الامبولا اوف فاتر امبولا اوف فاتر الديتيلز هاي راح تاخذوها في الاناتومي ان شاء الله المين فانكشن اوف ذا جاسترو انتستينال سيستم ايش ايش وظيفه القناه الجهاز الهضمي digestion هضم digestion of food ماشي والabsorption امتصاص وظيفه القناه الهضميه ايش؟ الدايجستشن والابزوربشن، طبعا الدايجستشن والابزوربشن رح يكون في لهم فيديوهات مفصله لعمليه الدايجستشن وعمليه الابزوربشن، اوكي؟ طيب هاي بالنسبه مقدمه سريعه عن القناه الهضميه، مقدمه سريعه عن القناه الهضميه، طيب نيجي هيك ناخذ بريدج للهيستولوجي ماشي بدنا نعرف الـ الـ القناه الهضميه اللي هو الانبوب هذا من ايش بتكون؟ من ايش بتكون هيستولوجيكالي؟ طبقات ومش طبقات وايش كل طبقه ايش الخلايا اللي بلاقيها فيها جدار القناه الهضميه مكون من ثلاث او اربع بارتس 3 تو 4 بارتس ايش هم؟ انا بدي احكي الطبقات من جوا لبرا يعني لو اخذت انا اللي هو اي انبوب بالقناه الهضميه ماشي بدي اقصه واطلع عليه من فوق راح اشوف هذا المظهر فعندي اربع طبقات واحد اثنين ثلاث أربعة. انا راح ابلش من جوا لبرا ماشي راح ابلش من جوا لبرا من اللومن لبرا طيب فعندي اول جزء اللي هو الميكوزا الجزء الثاني صب ميكوزا الجزء الثالث الماسكولاريس اكسترنا والجزء الرابع اللي هو السيروزا السيروزا هذا مش هاي هاي الطبقه ماشي مش موجوده بكل الاماكن طيب خلينا نحكي عن كل طبقه ايش الجزئيات اللي بتهمنا منها طيب الميوكوزا نيجي لأول طبقه الميوكوزا الميوكوزا تحتوي على اللي هو الابيثيليوم يحتوي على الابيثيليوم في عندي هنا ابيثيليال سيلز طبعا الابيثيليال سيلز هون او نوع الابيثيليوم نوع الابيثيليوم بيختلف حسب مكاني في الجي اي يعني مثلا مثلا اعطيكم مثال الاسوفيجاس نوعيه الابيثيليوم اللي فيه اللي هو نان keratinized ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم تمام اللي هو نان keratinized ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم لكن الاستومك اللي هو الـ non-ciliated simple columnar epithelium with goblet cells بنسميه هذا الـ intestinal epithelium او الجاسريك epithelium عفوا الـ 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 small intestine فيها non-ciliated simple columnar epithelium without goblet cells بفرق، فهون نوع الابيثيليم عندي بفرق بين كل جزء من اجزاء القناة الهضمية. طيب تحت الابيثيليوم ايش يكون في عندي؟ بيزمنت ميمبرين ولامينا بروبريا. بيزمنت ممبرين او لامينا بروبريا، هاي البيزمنت ال ممبرين او ال لامينا بروبريا عفوا بكون فيها ميكوزال جلاندز وشويه بلاد فيسلز. ثلاثة الماسكيلاريس ميكوزا المسكلار الماسكيلاريس ميكوزا اللي هي بكون فيها شوية سموث ماسلز مهمة في الابزورشن فعندي اول طبقه الميكوزا الميكوزا ايش فيها ابيثيليوم والابيثيليوم بيختلف حسب مكاني في الجي اي عندي تحتيها اللامينا بروبريا اللي هي جلاندز شويه بلاد فيسلز وتحت في عندي طبقه من السموث بسميها الماسكولاريس ميكوزا مهمه في عمليه الابزوربشن طيب الطبقه الثانيه الطبقه الثانيه اللي هي سب ميكوزا السب ميكوزا ايش فيها فيها اللي هو سب ميكوزا ريفلكسس بسميه ميسينر بلكسس بسميه ميسينر بلكسس شو البلكسس ها هذا عباره عن نيرونز نيورونز سيل بديز نيورونز سيل بديز وظيفتهم ينظموا الامور في القناه الهضميه ينظموا الامور في القناه الهضميه طبعا الجهاز الهضمي او القناه الهضميه في عندي جهاز عصبي خاص فيها ماشي هو جزء طبعا من الاوتونوميك نيرف سيستم لكن آآ بسبب كبره وتعقيده فصل في كتب تفصله في بجزء لحاله بنسميه اللي هو الانتريك نيرف سيستم جزء من الانتريك نيرف سيستم هذول الميسنر بلكسس او السب ميكوزال بلكسس سب بلكسس رح نحكي عنهم كمان شوي طيب برضه بالسب ميكوزا عندي اميون سيلز خلايا مناعيه ماكروفاجز وماس سيلز وفي عندي تجمعات من الانتي في عندي تجمعات من الانتيباديز رح راح تاخذوا التفاصيل هاي ان شاء الله في الهيستولوجي الطبقه الثالثه الماسكيلاريس إكستيرنا الماسكيلاريس إكستيرنا هي طبقه عضليه طبقه عضليه ايش بدها تكون نوعيه العضلات هون عندي ثلاثه انواع من العضلات سكيليتال وسموث وكاردياك راح تكون نوعيه العضلات هون سموث ماسلز تكون نوعية العضلات smooth muscles، ال smooth muscles هون مقسمين بالطبقة هاي جزئين، عندي الجزء الأول circular ماشي وفي عندي اللي هو ال longitudinal ال longitudinal بكونوا على طول القناة الهضمية بالطول، يعني كيف بدي أوضح أه لكم إياها؟ تعالوا عندي هاي اللي هو أنبوب القناة الهضمية ماشي ال longitudinal تكون ماشي ماشي هيك بكون اتجاهاتها هيك. السيركلر السيركلر بكونوا لفين لف على القناة. ماشي؟ السيركلر بكونوا لفين لف، اللونجتيننال بكونوا بشكل طولي على طول القناة الهضمية، بشكل طولي على طول القناة الهضمية. ايش وظيفة كل واحد منهم؟ لما ناخذ اللي هو التايبس اوف موفمنتس ان جاسترو انتستينال تراكت رح نفهم الموضوع. طيب في الـ في الماسكولاريس اكسترنا بين السيركلر واللونجتيدنال في عندي بلاكساس تاني بسميه ماينتريك او اورباخ بلكسس ماينتيريك او اورباخ بلكسس هذا بكون موجود بين الماسكولاري سميكوزا او ما بين عفوا السيركيولر ولينجتينال سموث مسلز طبعا هذا زيه زي المسينر بلكسس جزء من نيرفر سيستم وظيفته ينظم الامور والحركه بالقناه الهضميه في عندي برضه خلايا بسميهم انترستيشيال سيلز اوف كاجال انترستيشيال سيلز اوف كاجال هذول عباره عن بيس ميكرز كمان شوي لما ناخذ الالكتريكال اكتيفيتي بالسموث ماسلز او بالقناه الهضميه راح نعرف شو دور الانترستيشال سيلز اوف كذا طيب الماينتريك بلكسس في لها نوعين من الفايبرز في عندي اسيندنج وفي عندي ديسيندنج فايبرز وبرضه لما ناخذ الموفمنت تاعيت القناه الهضميه راح نفهم شو دور الاسيندنج وشو دور الديسيندنج شو دور طبعا البلكسس هذولا المينترك والميزنر هم عباره قلنا عن سيل باديز ونيورونز النيورونز ايش راح تفرز؟ النيورو ترانز ميترز راح تفرز النيورو ترانز ميترز اخر طبقة عندي هي طبقة السيروزا، هاي السيروزا بتكون آم 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 زي ما نحكي طبقة خارجية على الجاز على التراكت ومرتبطة مع البيريتونيوم، مرتبطة مع البريتونيوم وممكن تكون موجودة وممكن ما تكون موجودة حسب انا وين بالقناة الهضمية، حسب انا وين بالقناة الهضمية، عندي هاي سكشن ل جزء من الجاسرو اندستانال تراكت من جهة اللومن، هاي اللومن عندي اول طبقه راح تكون عندي اللي هي الميوكوزا الميوكوزا قلنا ثلاث اجزاء ابيثيليوم ولامينا بروبريا ومسكولاريس ميوكوزا ابيثيليوم بيختلف حسب مكان ال 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 حسب ج عن, عن جزء انا او شو الجزء اللي بحكي عنه من القناه الهضميه عندي تحتيه ولامينا بروبريا شويه ميوكاس جلاندز على بلاد فيسلز وبعديها في عندنا المسكولاريس ميوكوزا هي شويه سموث ماسلز شويه سموث ماسلز تحتيها في عندي اللي هو الصب ميوكوزا الصب ميوكوزا اللي بيهمني انه فيها اللي هو المسنر اللي فيها المسنر اللي هو اه اه نيورونز وسيل وبيمثلوا جزء من الانتريك نيرف سيستم اللي هو الجهاز العصبي المنظم لحركه الامعاء او حركه الجهاز الهضمي وفي عندي شويه اميون سيلز اه الماسكولاريس اكسترنا الطبقه الثالثه فيها ثلاث شغلات فيها السيركلر لاير هم سموث Muscles لافين لف على القناه الهضميه لونجتيدينال لاير هم سموث Muscles مفرودين فرد على القناه الهضميه وفي عندنا اللي هو الاورباخ او, أو الماينتريك بلكسس هذول عباره عن نيورونز وسيل باديز برضه وظيفتهم يتحكموا بالقناه الهضميه رح نعرف دورهم لقدام واخر طبقه اللي هي السيروزا او الادفنتيشيا قلت لكم هاي الطبقة في بعض الأجزاء بتكون موجودة وفي بعض الأجزاء ما بتكون موجودة تمام؟ هذا بالنسبة اللي هو ال 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 اللايرز اللي اللي بيتكون منها اللي هو جدار القناة الهضمية gastrointestinal wall. طيب حكينا إنه في عندي أنا بجدار القناة الهضمية سموث muscles. السموث muscles وين كانوا موجودات؟ أول شيء كانوا موجودات بالميكوزا وسميتهم muscularis mucosa. وكانوا موجودين في طبقه الماسكيلاريس اكسترنا وعاملين لي وعاملين لي جزئين اللي هو السيركلر بارت وفي عندي اللينكتيدنال بارت فالسموث ماسلز موجودات في جدار القناه الهضميه في مكانين الميوكوزا ماشي اللي هي او بالماسكيلاريس ميوكوزا سميتها وفي عندي بالماسكيلاريس اكسترنا عندي طبقتين من السموث ماسلز عندي السيركلر وعندي اللونجيتيدنال اللونجيتيدنال طيب ميزت السموث ماسلز بالوول بجدار القناه الهضميه بكونوا مرتبين على شكل بندلز حزم شو يعني حزم؟ يعني شلاليه عصابات كل كل خمسه سته سموث ماسلز كل خمسه سته سموث ماسلز بكونوا شابكين مع بعض بكونوا جايين مع بعض هاي بنسميها باندل هاي هي البندل Each bundle contain many smooth muscles of the same type. The smooth muscles بتختلف حسب الاكشن بوتنشال اللي بيصير فيها. بتختلف حسب الاكشن بوتنشال اللي في اللي بيجي فيها. الشلة الشل الوحدة بكون شو بكون من نفس النوع. نفس الشيء لما يكون في عندنا مثلا شلة اصحاب هذول هذول بكون لهم نفس الاهتمامات نفس نفس الجو زي ما بيحكوا. هذول السموث muscles نفس الشيء بكونوا مرتبين مع بعض او متجمعين مع بعض على شكل بندل بكونوا من نفس النوع نفس الجو. and this smooth muscle cell are connected to each other by gap junctions حلو The smooth muscles هاي اللي بنفس البندل بتكون مربوطة مع بعض بgap junctions زي هيك يعني هون أنا عندي هاي بندل هاي اللي هي smooth muscle muscles bundle بكونوا مترابطين بgap junctions ايوة الجاب جانكشنز هاي سامعين فيها فيها قبل هيك وين سامعين فيها والله سامعين فيها بالفسيولوجي تاعت الكاردي فاسكولار سيستم الكاردك ماسلز كانت برضه مربوطه بجاب جونكشنز طب شو وظيفه الجاب جونكشنز؟ دائما لما نسمع كلمه جاب جونكشنز يخطر على بالنا كاتيونز الجاب جونكشنز الجاب جانكشنز هم عباره عن قنوات ماشي وظيفتها تسمح بمرور الكاتايونز الايونات الموجبه صوديوم وكالسيوم اكثر اشي صوديوم اكثر شيء صوديوم فعندي هون بين سموث مسلز انا في عندي اللي هو الجاب جونكشنز قنوات رابطه بيناتهم والقنوات هاي وظيفتها تمرق الايونات تمرق الايونات طيب ماشي لما يكون انا في عندي اللي هو جاب junctions بين الخلايا يعني ما حكينا لما اخذته بالcardiac ماسلز بالكارديو فاسكولار سيستم فيسيولوجي اخذت انه الcardiac muscles مربوطين بشو بجاب junctions والرابطه هاي والرابطه هاي او الروابط هاي الجاب junctions اللي بين الخلايا خلت الخلايا تشتغل كلياتها كوحدة واحده وسمينا هذا الشيء اللي هو السينسيشم فهون عندي السموث muscles اللي بتكون مربوطه مع بعض في نفس البندل ماشي they act as a sensation. كوحدة واحدة يعني لو واحدة من هذول الخلايا لو واحدة من هذول الخلايا تحفزت فرضا راح يتحفزوا كل الخلايا هذول بسبب مين؟ بسبب الجاب جانكشن نفس الاشي بخلايا القلب لما كانت تتحفز خلية واحدة كان كل الجزء يتحفز ليش؟ لأنهم مربوطين بجاب junctions لأنهم مربوطين بجاب junctions كونهم هذول السموث ماسلز اللي بكونوا بنفس البندل بيشتغلوا كوحده واحده بنسميهم يونيتري سموث ماسل بنسميهم يونيتري سموث مسلز طبعا في سموث مسلز ما بيكونوا متصلين مع بعض ما بيكونوا عاملين بندلز وعاملين شلل وعصابات هذول بيكونوا قاعدين لحالهم هذول بنسميهم اللي هو السنجل يونت سموث ماسلز او الـ اللي هو السنجل يونت سموث ماسل بنسميهم سنجل يونت سموث ماسلز عندي مرة ثانية اللي هو طبقات اللي هو القناة الهضمية أو الطبقات اللي بتكون منها جدار القناة الهضمية عندي اللي هو الميوكوزا اللي بيكون فيها الابيثيليوم عندي تحتها الصب ميوكوزا اللي بيكون فيها اميون سيلز والميسنر بلكسس وعندي اللي هو المسكل المسكلارس اكسترنا اللي بيكون فيها المسكلارس اكسترنا اللي بيكون فيها ايه <applause> سموث ماسلز واللينك تنال سموث ماسلز اول ما ينترك فلكسس واخر شيء عندي السيروزا واخر شيء عندي السيروزا شي تمام ها بالنسبه للاستراكشر تاع السموث ماسلز المعلومات اللي بتهمنا اخذنا المعلومات اللي بتهمنا طيب تعال شوي ارجع فيكم هيك للجنرال السموث ماسلز هي عضلات صح أكيد عضلات عضلات ملساء كونها عضلات إحنا قلنا بالجنرال فيسيولوجي إنه كل المسلز ار are excitable. فالسموث مسلز muscles هنا excitable شو يعني excitable لما أحكي كلمة excitable يعني stimulation will give response حفز وشوف استجابة الاكسايتابيليتي يعني حفز وشوف استجابة فأنا هنا إذا حفزت السموث ماسلز كونها اكسايتابل تحفيزها راح يعطيني استجابة تحفيزها بشو؟ تحفيزها بأكشن بوتنشال الريسبونس اللي راح تعطيني اياها شو هي؟ كونتراكشن انقباض طيب كونها راح تعمل كونتراكشن فهي اكيد راح يكون عندها شو؟ راح يكون عندها اللي هو الكونتراكتايل بروتينز الكونتراكتايل بروتينز اللي عندها هم مين الاكتين والميوسين وبدي يكون في عندها بروتينات مساعده اللي هو اول بروتين الكالموديلين وثاني بروتين انه اللي هو الانزيم بنسميه مايوسين لايت تشين كاينيز ام ال سي كي مايوسين لايت تشين كاينيز الام ال سي كي طيب ماشي هاي المعلومات بدنا اياها من اللي هو جنرال الفسيولوجي كمان شوي لما ناخذ الاكشن بوتنشال راح ارجع راجع معكم اليه انقباض السموث ماسلز وراجع معكم آه شويه من اليات الريسبتورز اللي حكينا عنها بالجنرال فسيولوجي من الجي كيو والجي اي والجي اس ماشي <applause> نيجي للالكتريكال اكتيفيتي اوف جاسترو انتستينال سموث ماسلز. السموث ماسلز السموث ماسلز احنا قلنا السموث ماسلز هذول مالهم؟ اكزيتابل بمعنى حفز وشوف استجابه حفزها كيف؟ باكشن بوتنشال والاستجابه ايش راح تكون؟ كونتراكشن انقباض السموث ماسلز الريستنج مبرين بوتنشال تاعها تقريبا ماينس 60 ملي فولت والثريشولد اللي هو ماينس 40 ملي فولت سالب 40 سالب 40 عشان انا اولع شراره الاكشن بوتنشال شو فيها شو لازم اساوي؟ لازم نوصل الريستنج للثريشولد لازم اوصل ماينس 60 لماينس 40 لازم اوصل الماينس 60 لماينس 40 طيب كيف بدي اوصل الماينس 60 لماينس 40؟ بدي تحفيز ستيمولاي هل السموث ماسلز قادره تحفز حالها بحالها؟ اذا حفزت حالها بحالها راح تولد اكشن بوتنشل لحالها هذا تعريف مين؟ تعريف البيس ميكر البيس ميكر اخذته بال... اخذنا بالجنرال وبالكارديو وبال... فاسكولار سيستم فيسيولوجي انه اي خليه قادره على توليد اكشن بوتنشل لحالها اني سيل كان جنريت سبونتينيوس اكشن بوتنشال بسميها بيس ميكر بسميها بيس آآ آآ ميكر السموث ماسلز اللي عندي هون مش قادره لحالها ما بتقدر بس في معها ناس تساعدها، في ناس واقفه بظهرها بتساندها، وهاي الناس اللي واقفه بظهرها وبتساندها هم بيس ميكرز. قبل شوي حكيت لكم عن بيس ميكرز موجودين في الوول تاع الغيث الانترستينال تراكت، الخلايا اللي هم الـ Interstitial Cells of Kجال. Interstitial Cells of هذول عباره عن اللي هو موديفايد smooth muscles هذول بكونوا موجودين في البندلز بكونوا موجودين في البندلز ومتصلين مع ال smooth muscles ب gap junctions ال سيل اوف كجال بتولع الاكشن بوتنشال لحالها كونها بيس ميكر الايونات بتنتقل لا اللي هو ال smooth muscles انتقالها لل smooth muscles راح يرفع الممبرين بوتنشال عندي من ماينس 60 ل 40 من ماينس 60 ل 40 Action potentials produced by these pacemakers is transmitted to adjacent smooth muscle cells by gap uh, junctions uh, and they produce fluctuations in resting membrane potential of smooth muscles causing depolarization the of them. Membrane potential will become less negative and reach a point before threshold potential of smooth muscle cells. طيب تعالوا شوي بالله هيك نشرح الموضوع وأتأكد إنكم فهمتوه أنا عندي هون بالنص هاي الخلية إيش؟ Interstitial Cell of Cajal موجودة في واحدة من البندلز بالبندلز أنا عندي كم مصل هون؟ فرضاً عندي ثلاثة سموث muscles عندي هم متصلين مع بعض بشو؟ بجاب جونكشنز حلو؟ حلو طيب انا عندي هون بدي اقسم بيعمل عفوا بيعمل منحنيين بيانيين هذا للـ Interstitial Cell of Cagell وعندي هنا للـ Smooth Muscles نيجي للانترستيشال سيل اوف كاجال انترستيشال سيل اوف كاجال هي هواقف عند الريستنج عند الماينس 60 ملي فولت عند الماينس 60 ملي فولت الانترستيشال سيل اوف كاجال هي بيس ميكر لانه في عندها قنوات ماشي قنوات زي زي الاس اي نود والاي في نود اللي اخذتهم بالقلب في عندها قنوات بتدخل صوديوم وكالسيوم باستمرار ففي عندها شو قنوات بتدخل صوديوم وكالسيوم باستمرار هاي القنوات على قناة وظيفة تدخل صوديوم وكالسيوم باستمرار وظيفة تدخل صوديوم وكالسيوم باستمرار هذا الاشي راح يرفع الميمبرين بوتنشال لماينس 40 بعدين راح يصير في عندي دي بعدين راح يصير في عندي ري بعدين يرجع يرتفع مرة ثانية الميمبرين بوتنشال راح يرجع يرتفع مرة ثانية الميمبرين بوتنشال طبعا هون للعلم الدي سببه مين مش الصوديوم الكالسيوم والريبولايزيشن سببه مين البوتاسيوم جميل حلوين طيب دخل الكالسيوم هنا على اللي هو السموث او على الانترستيشن سيل اوف كاجال هسه الكالسيوم راح ينتقل لهاي الخلايا من خلال شو من خلال الجاب junction فهون الكالسيوم راح يفوت طيب فات الكالسيوم ايش راح يصير بالمبرين بوتنشال تاع السموث ماسلز هيني واقف عند الريستنج اللي هي ماينس 60 ماشي راح يبلش يرتفع المبرين بوتنشال راح يبلش يرتفع المبرين بوتنشال وراح نوصل للماينس 40 ملي فولت راح نوصل للماينس 40 ملي فولت ماينس 40 اللي هي شو هاي الثريشولد طيب نيجي لتحت شوي لنفترض انه هاي سموث مسلز فرضا انه هاي سمو فرضا انه هاي سموث مسل وهيها موصوله بجاب جونكشن مع الانترستيشال سيل اوف كجل طيب من خلال الجاب جونكشن هاي من خلال الجاب جونكشن فات عندي اللي هو الكالسيوم وايش عمل الكالسيوم؟ رفع الميمبرين بوتنشال خلاه قديش؟ خلاه ماينس 40 يعني شو؟ ثريشولد وصلت للثريشولد ايش راح تقدح عندي؟ شرط الاكشن بوتنشل فهون الوصول للثريشولد عند النقطة هاي راح يفتح لي فولتج جيتد كالسيوم شانلز راح يفتح لي فولتج جيتد كالسيوم شانلز فهون في عندي أنا فولتج جيتد كالسيوم شانلز راح تصير تدخل كالسيوم الكالسيوم ايش راح يعمل لي؟ راح يصير يعمل لي دي بولاريزيشن هيعمل لي دي بولاريزيشن. طب بعد هيك راح يفتح عندي اللي هو القنوات ثانيه اللي هم راح يفتح عندي قنوات ثانيه اللي هم voltage-gated potassium channels راح يبلش يطلعوا بوتاسيوم فهون في عندي راح يفتح اللي هو الـ Voltage Gated Potassium Channels هاي رح تطلع بوتاسيوم وتعمل Repolarization طب حتعمل Repolarization لوين؟ Repolarization بتعمله لنقطة الـ Threshold طيب وبعدين طب ما أنا لساتني عند الـ Threshold انا لساتني عند الثريشولد راح يرجع يصير عندنا كمان اكشن بوتنشل مره ثانيه دي وبعدين ري بولارايزيشن طب افرض لساتني فوق الثريشولد برضه راح يطلع لنا كمان اكشن بوتنشل طول ما احنا فوق الثريشولد راح يضل يطلع لنا اكشن بوتنشل زي هيك لحد ما شو لحد ما ننزل على الثريشولد ايش الاشي اللي بينزلنا على الثريشولد مش ما بهمكم تعرفوه لكن الفكره طول ما انا بل... واصل للثريشولد في عندي اكشن بوتنشالز عم تطلع طيب بتلاحظوا هون في نوعين من الموجات انا اصلا راسمهم بالوان مختلفه عمدا عندي الموجه بالاحمر وموجه بالازرق والبني الموجة اللي بالازرق والبني سببها الفولتج جيت كالسيوم شانلز والفولتج جيت بوتاسيوم شانلز هاي مش مختلفين عليها الموجة هاي بسميها spike action potential طب والموجه اللي بالاحمر مين سببها الموجه اللي بالاحمر سببها الكالسيوم اللي اجى من interstitial سيل اوف كاجال هذا بسميه اللي هو هاي الموجه بسميها سلو wave potential سلو ويف بوتنشال slow wave potential حلوين حلوين ماشي طب فرضا السموث ماسلز صار فيها اكشن بوتنشال معناته شو ستيميليشن طيب قلنا احنا انه السموث ماسلز كونها اكسايتابل فاي ستيميليشن الها راح يعطيني شو راح يعطيني ريسبونس الريسبونس راح تكون شو كونتراكشن كيف بصير الكونتراكشن خليني اراجع لكم اياها السريع الكونتراكشن بصير كالتالي شايفين الكالسيوم اللي فات هذا راح يروح على جزء بالسموث ماسل ال... ال... اللي هو الساركوبلازم ريتيكولم اللي هو مخزن الكالسيوم الكالسيوم هذا اللي فات راح يروح على الساركوبلازم ريتيكولم يرتبط على مستقبلات هون ماشي يسبب خروج الكالسيوم فهون زاد عندي تركيز الكالسيوم جوا الخليه زاد عندي تركيز الكالسيوم جوا الخلية العملية هاي بسميها شو؟ أذكركم اسمها كالسيوم induced كالسيوم ريليز ها كنا نشوفها برضه في القلب في الكاردياك مايوسايتس طب طلع الكالسيوم وين بدي يروح الكالسيوم؟ الكالسيوم اللي طلع هذا راح يروح يرتبط مع بروتين بسميه كال موديلين وراح يعطيني هذا الاشي برو اه كومبلكس بسميه كالسيوم كال موديلين كومبلكس الكالسيوم كال موديلين كومبلكس هذا راح يروح يفعل انزيم بسميه ام ال سي كي اللي هو الميوسين لايت تشين كيناز الميوسين لايت تشين كيناز راح يروح يعمل فوسفوريليشن فور ميوسين هيدز الفوسفوريليشن <تكلمة> تاع الميوسين هيدز راح يخليهم قادرين على الارتباط في الاكتين وحدوث البندينج وحدوث الكونتراكشن زي ما بتعرفوا بالسلايننج فيلمنت ثيوري <تكلمة> اوكي <Okay. متضح> طيب اذا بالسموث ماسلز هون راح يكون في عندي نوعين من الاكشن بوتنشال عندي السلو ويف اكشن بوتنشال وعندي السبايك اكشن بوتنشال مين اللي بيعطيني الكونتراكشنز السلو ويف ولا السبايك؟ واحد راح يقول لي السبايك اكيد بقول له جوابك صحيح اكيد طبعا السبايك اكشن بوتنشال هو اللي بيعطيني الكونتراكشن لان السلو ويف بوتنشال اذا ما وصل للثريشولد ما بيعطيني أك... سبايك اكشن بوتنشال ولا بيعطيني كونتراكشن ولا بيعطيني كونتراكشن نرجع لهون اكشن بوتنشالز بروديوس باي ذيس بيس ميكرز اللي هم الانترستيشال سيلز اوف كاجال عرفنا كيف الاكشن بوتنشال بصير فيهم بنتقل للسموث ماسلز اللي جنبها عن طريق شو عن طريق الجاب جانكشنز طيب لما ينتقل الاكشن بوتنشال او تنتقل الايونات من البيس ميكر على السموث ماسلز عن طريق الجاب جانكشن ايش راح تساوي راح يزود لي اللي هو الممبرين بوتنشال يعمل يعني لي فلكتويشن الميمبرين بوتنشال او البوتنشال اللي تكون عندي ايش بسميه؟ سلو ويف بوتنشال، سلو ويف بوتنشال، طب لو السلو ويف وصل للثريشولد ايش راح يعطيني شرارة شو؟ شرارة السبايك اكشن بوتنشال، شرارة السبايك اكشن بوتنشال. نورمالي بالوضع الطبيعي السلو ويف اكشن بوتنشال ما بيوصلني للثريشولد. قبل ما يوصل للثريشولد للثريشولد او قبل ما يوصل للثريشولد بشوي بصير بصير في عندنا ريبولارايزيشن. فهو هون ما وصلني للثريشولد يعني ما في عندي سبايك اكشن بوتنشلز كون ما في عندي سبايك اكشن بوتنشل راح يكون في عندي كونتراكشنز لا طبعا فهون فهو راح يكون without any contractions without any contractions طيب اذا وصلت للي اللي هو الثريشولد الـ 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 ماشي قلت لكم بصير في عندي سبايك اكشن بوتنشل الديبولارايزيشن سببه كالسيوم والريبولارايزيشن سببه بوتاسيوم الديبولارايزيشن سببه كالسيوم والريبولارايزيشن سببه بوتاسيوم الفلكتروليشنز اللي بتصير بال بال تاع السموث ونزول هاي بسميها slow wave action potential slow wave action slow waves إذا ما وصلتني للثريشول don't produce smooth muscle cells contraction تمام آه آه هم 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 ما بعطوني كونتراكشنز ولا بعطوني سبايك اكشن بوتنشلز الا اذا وصلوني للثريشولد اللي ما بيوصلوني للثريشولد السلو ويفز اللي ما بيوصلوني للثريشولد بسميهم اوسكليتنج ريستنج ميمبرين بوتنشلز بس عباره عن فلكتويشنز بالميمبرين بوتنشل يعني تعال على الصوره هون هاي عندي انا واقف عند الريستنج الريستنج قديش ايش قلنا ماينس 60 وهون رافعينها الصورة هاي من جايتون آه آه حاكي انه الريستنج تقريبا ماينس 50 مش بيننا الانترستيشال سيلز اوف كجال تعمل اكشن بوتنشال بتنقل ايونات للسموث ماسلز الايونات اللي انتقلت للسموث ماسلز راح تبلش ترفع الميمبرين بوتنشال فرضا رفعت لي اياها لقد وصلت للثريشولد لا طيب راح تنزل راح تنزل طيب رجعت اجت ايونات من الانترستيشال سيل اوف كاجال راح يطلع الممبرين بوتنشال ما وصلنا للثريشولد راح يرجع ينزل راح يرجع ينزل في هاي الحاله في هاي الحاله راح يصير في عندي كونتراكشنز الجواب هو لا نو no كونتراكشنز ما في عندي انقباضات ليش؟ ما وصلت للثريشولد طب نيجي للموجه هاي الموجه هاي طلعت وصلت للثريشولد اذا وصلت للثريشولد ايش راح يصير في عندي سبايك اكشن بوتنشلز راح يصير في عندي سبايك اكشن بوتنشلز السبايك اكشن بوتنشلز هاي راح تعمل لي كونتراكشنز فهون راح يصير في عندي كونتراكشن طول ما انا فوق الثريشولد طول ما هي السلو ويفز موصله للثريشولد راح يضل عندي سبايك اكشن بوتنشال اذا نزلت راح توقف السبايك اكشن بوتنشل اوكي فالفكره اللي بدنا نعرفها عندنا نوعين من الاكشن بوتنشلز سبايك وسلو ويف السلو ويف ممكن ما يوصلني للثريشولد اذا ما وصلني للثريشولد ما بعطيني كونتراكشنز السلو ويف اذا وصل للثريشولد راح يبلش يطلع عندي سبايك اكشن بوتنشلز السبايك اكشن بوتنشالز هاي راح آه آه تعطيني كونتراكشنز وبالتالي تولد عندي تنشن او قوه شد طبعا هون الاستيميوليشن والانهيبيشن راح نحكي عنه كمان شوي راح نحكي عنه في جزء آه آه منفصل <applause> نيجي من لسؤال What causes the contraction of the gastrointestinal smooth muscle cells in the gastrointestinal tract? ال interstitial cells of Cajal عادة كمية الأيونات اللي بننقلها للـ smooth muscles غير كافية إنها توصلني للـ threshold. طيب كيف لعادك بتصير الكونتراكشنز بالقناة الهضمية؟ كيف بتصير عندي انقباضات القناة الهضمية؟ كونه كونه الأيونات اللي بتيجي من interstitial cells of Kajal للـ muscles مش كافية لتوصلني للـ threshold. معناته في عندي عامل مساعد فعندي عامل مساعد بيساعد السموث Muscles انها توصل للثريشولد في عندي تو فاكتورز اول إشي الاسترتش لما نعمل استرتش لما يصير عندنا استرتش للقناه الهضميه توسع ماشي هذا الإشي راح يعمل استرتش للسموث ماسلز الاسترتش بالسموث Muscles, muscles راح يفتح قنوات تدخل صوديوم راح يفتح قنوات تدخل صوديوم هذا الصوديوم ايش راح يعمل راح يرفع الممبرين بوتنشل شوي يزق لي اياه لوين؟ للثريشولد، يعطيك العافيه، وصلنا للثريشولد، راح يبلش يعطيني سبايك اكشن بوتنشلز، والسبايك اكشن موتنشل راح تعطيني كونتراكشن. الاسترتش هذا التمدد من ايش بيجي؟ من الاكل اللي هو الطعام اللي بيدخل على القناه الهضميه، راح يعمل استرتش بالقناه الهضميه، والاسترتش هذا راح يحفز او راح يعطي مساعده للسموث ماسلز انها تعمل كونتراكشنز والكونتراكشنز هاي هي اللي بتحرك الطعام هذا على طول القناعة الهضمية زي ما رح نعرف في نوع الكونتراكشن في انواع الكونتراكشنز. أه قبل شوي قلت لكم انه الاسترتش بدخل صوديوم هو بدخل كالسيوم. هو بدخل كالسيوم مش أه أه صوديوم عفوا. العامل الثاني الباراسمبثتك انرفيشن. الباراسمباثيك الاوتونوميك نيرف سيستم جنرالي بتحكم بشكل كبير بالقناه الهضميه بتحكم بشكل كبير بالقناه الهضميه طبعا الباراسمباثيك سيستم زي ما بنعرف انه بيفرز الاسيتايل كولين الاسيتايل كولين بروح بيرتبط على السموث ماسلز عن طريق ريسبتورز اللي هم الام 3 ريسبتورز الام 3 ريسبتورز ام 3 ريسبتورز شو وظيفتها ام 3 ريسبتورز الميكانيزم تاعيتها كالتالي هيها الام 3 ريسبتورز هي عباره عن جي كيو ريسبتورز هي جي بروتين كابلد ريسبتورز من نوع جي كيو الميكانيزم تاعي جي كيو كالتالي انه لما يرتبط عندي اللايجند ماشي بروح بفعل لي الفا Subunit الفا ساب فيها جي تي بي وبتصير اكتف بصير في عندي هون اكتف الفا ساب يونيت. الأكتف ألفا سابينت تروح بتفعل إنزيم اسمه فوسفولايبيز سي. الفوسفولايبيز سي بروح بيشتغل على مركب اسمه اللي هو البي أي بي 2. مش ضروري تعرفوا اللي هو اختصار لإيش هاي البي أي بي 2 رح ينقسم عن طريق اللي هو الفوسفولايبيز سي ل مركب اسمه داي أسيلوجليسرول ومركب اسمه إنوزيتول ترايفوسفيت اللي هو الـ آي بي 3. إنوزيتول ترايفوسفيت اللي هو الـ آي بي 3. الداي اساليك اللي سيرون راح يروح يحفز بروتين كاينيز اسمه بروتين كاينيز سي والاي بي 3 الاي بي 3 راح يروح يطلع لي الكالسيوم من الساركوبلازم ريتيكول اذا طلعنا الكالسيوم من الساركوبلازم ريتيكول راح يصير في عندنا كونتراكشن راح يصير في عندنا كونتراكشن فهون الباراسمبثاتيك نيرف سيستم الباراسمباثيك نيرف سيستم بيساعد بعمليه الكونتراكشن عن طريق الاسيتال كولين الاسيتال كولين راح يرتبط عن طريق الام 3 ريسبتورز والام 3 ريسبتورز راح يزودوا لي الكالسيوم جوا الخليه زياده الكالسيوم جوا الخليه عن طريق الاي بي 3 راح يعمل لي كونتراكشن العاملين هذولا بيساعدوا في وصول السلو ويفز للثريشولد ومن ثم ظهور السبايكس ومن ثم حدوث الكونتراكشن الباراسمبثاتيك بيساعد على يعني بيخلي يحدث الكونتراكشن اكثر الاسترتش بيساعد على تولد السبايك اكشن بوتنشال بشكل اكبر زي ما قلنا طول ما هي السلو ويفز از لونج از سلو ويفز ابوف ذا ليفل اوف ثريشولد بوتنشال السبايك ويفز ريمين فايرنج طول ما انا فوق الثريشولد طول ما هي السبايكس اكشن بوتنشال عم تشتغل عم تطلع نزلت عن الفريشولد، عن راح تبطل تطلع عندي السبايك اكشن بوتنشلز واذا في عندي سبايك اكشن بوتنشلز معناته في عندي كونتراكشن ما في عندي سبايك اكشن بوتنشل ما في عندي كونتراكشن يعني هون الدايجرام هذا المسل تون بتعبر عن الكونتراكشن اذا في عندي كونتراكشن معناته في عندي تنشن تون والخط اللي فوق بيعبر عن المبرين بوتنشل طيب الويف اللي هون هاي ايش؟ سلو ويفز وصلت للثريشولد اعطتني سبايك حيصير في كونتراكشن؟ اه حيصير في كونتراكشن بس الكونتراكشن اللي صار هون كونتراكشن واحد فالزياده في التون كانت قليله تحت ماشي وصلنا للثريشولد وضلينا فوق الثريشولد فتره طلع عندنا واحد اثنين ثلاث اربعه اربع سبايك اكشن بوتنشلز راح يصير في عندي اربع مرات كونتراكشن او اربع كونتراكشنز اربع كونتراكشنز هذول راح يعطوني تون اكبر راح يعطوني تون اكبر او تنشن اكبر او تنشن اكبر فكل ما زادت فتره <applause> الفترة الزمنية اللي بقضيها الممبرين بوتنشل فوق الثريشولد ماشي كل ما زاد عدد السبايك اكشن بوتنشل كل ما زاد عدد الكونتراكشنز كل ما كانت الانقباضات اقوى كل ما كانت الانقباضات اقوى في عندي أنا زي ما ما في عندي محفزات للأكشن بوتنشال بالسموث ماسلز عندي مثبطات زي مين؟ في عندي اللي هو <applause> nervous <system. تصفيق> sympathetic nervous system sympathetic nervous system بيعمل inhibition للأكشن بوتنشالز of gastrointestinal smooth ايش بيساوي الس... ال... السيمباتيك نيرف سيستم عن طريق اللي هو النوريبنفرين النوريبنفرين النور بيرتبط النور ب... النور على آ... آ... السموث ماسلز هاي عن طريق اللي هو البيتا 2 ريسبتورز البيتا 2 ريسبتورز بطريق بميكانيزم معينه بتروح بتفتح لي قنوات للبوتاسيوم يعني شو بيصير عند سلو ويف ماشي السلو ويف سببه الكالسيوم اللي اجى من الانترسيشل سيل اوف كجال. النورا بنفرن خبيث بروح بفتح قنوات للبوتاسيوم بصير البوتاسيوم يطلع فكالسيوم فايت وبوتاسيوم يطلع او كالسيوم فايت وبوتاسيوم طالع هل الميمبرين بوتنشل رح يوصل للاستشولد لا رح يضل الميمبرين بوتنشل ثابت وما راح يوصل للثريشولد ما راح يوصل للثريشولد بالتالي ما في عندي سبايك اكشن بوتنشال بالتالي ما في عندي كونتراكشن ما في عندي كونتراكشن فالبوتاسيوم اللي اللي, طلع عندي راح يعمل لي هون هايبر بولاريزيشن والكالسيوم اللي اجى من الانترسيشل سيل اوف كاجال بيعمل دي بولاريزيشن دي بولاريزيشن هايبر بولاريزيشن بيلغوا بعض بيلغوا بعض برضه في عندي اللي هو النيتريك اوكسايد والفي اي بي اللي هو الفيزو اكتيف انتستاينال بيبتايد هذول بيعملوا برضه تثبيط للسموث ماسلز وما بيخليهم يعملوا كونتراكشن بنفس طريقه النور بنفرين تقريبا تقريبا تمام فعندي هون الصوره هاي في عندي ستيميوليشن للاكشن بوتنشلز او للسموث ماسلز بشكل عام كولين الاسيتالكولين والباراسمباثيك عن طريق اللي هو كولين الانهيبيشن بيصير عن طريق اللي هو النوربينفرين او السمباثيك نيرفوس سيستم هذول ايش بيعملوا راح يعملوا لي هايبر بولاريزيشن عن طريق انهم بيفتحوا لي قنوات للبوتاسيوم على السموث ماسلز على السموث ماسلز تمام هذا بالنسبه ل اللي هو الالكتريكال اكتيفيتي اوف سموث ماسلز خلينا نوقف لهون في الفيديو القادم ان شاء الله راح نستكمل المواضيع اللي موجودات في المواضيع الموجوده في هذا الملف يعطيكم العافيه نلقاكم ان شاء الله بالفيديو القادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته